واحد يقدر ليش ما يعثر. دزت الموازنة؟ هو هنا الإشكال، يعني أكو إشكالية من الأحزاب؟ طبعا يعني الإشكال اللي موجود، لأنه الحكومة ما أرسلت الموازنة، لأنه هذا أعتقد بشبهات فساد عالية وبأموال تحت اليد جاهزة. لأنه إحنا يعني سابق أن من لما إجا رئيس عذرا وزير المالية، بس هذا كلامك يعني خطي، يعني أنا أفتهمت من كلامك أنه هذا القانون بفساد أكثر من الموازنة؟ طبعا هذا لا لا هذا نعم هذا سهل، هذا سهل لا لا نعم هذا فساده سريع وجاهز. ليش ليش وزير الماليه وزاره الماليه ما يعني اقترحت انه ترسل الموازنه بدل هذا القانون؟ وزير الماليه اصلا من اجل الى مجلس النواب، ورئيس مجلس النواب سئل على الاموال الفائضه، كثير من الاعضاء يعني نسال على الاموال. شوف موازنه 21 اللي بيها هو عجز وقال احنا فائض، يعني فائض اسعار النفط، يقول احنا سددنا به العجز. نعم. للعلم بانه جميع المحافظات ما صرفت من موازنتها في عام 21 اكثر من 30%، باستثناء محافظتين هي الانبار وكربلاء، يمكن صارفين 70% اعتقد بالحدود هاي. فلذلك اذا المحافظات ما صارفه واصله 50% اذا ماكو عجز بعد. فائض الاموال يعني سعر النفط هو يعني هو الان يعني بس افهم من كلامكم يعني بصراحه يا سيد شيروان يعني انه هناك اكو تخبط بالسياسه الماليه والاقتصاديه. تحدث انه محافظات ما صارفه 30% من موازنتها وعندهم فائض فائض وزارة المالية تقصد؟ نعم فائض أسعار النفط. نعم يعني يقول لك إذا فائض يقول لك على شنو الاقتراض؟ بس نقطة واحدة يعني نعم أوضحها حتى يسترسل الأخ السيد النائب. شوف عجز ما عندنا، فائض نفط عندنا، الوزارة تقترض بال 21 مقترضة الوزارة. نعم عجز ماكو؟ عجز ماكو باعتبار المحافظات ما صرفت موازنة. وانا عندي الارقام اسجل ماشي احنا نستعين بالارقام ولغه الارقام لغه محايده. عجز ما صار لانه المحافظات ما صرفت. عندكم اعتراض على الاقتراض؟ طبعا الاعتراض يثقل كاهل الدوله وهذا بضرر للجميع. اذا موازنه ما صرفت كلها بالمحافظات يعني العجز هذا تحسين.